ده كأنه طول عمي لينزل اليوم. لك أبدك امبارح طول بالنومه. لك شلون بده يطول بالنومه؟ انت ما كلياتنا طلعنا على الغرف سوا. بجوز طلع على غرفته هيك طول لحتى نام، يمكن قرا له شي كتاب عن المجانين. عن جد عمي بحسه قد ما عالج مجانين كأنه صار مجنون مثلهم. عيب لا تحكي هيك على عمي. لكن معقولة يقلعوا لمجودي وما يرضى يستقبله؟ وإن هداك اليوم هو ما عم يرد على تليفوني. الفكرة مو إنه يرد، الفكرة إنه عمك المجنون فكر إنه هذا الفطايسي الميكانيسيان أنت رح تختاريه لحتى يكون عريسك الكهبلة. لك عمك شو عرفه؟ أساساً هي قايلت له جاية أستاذ لغة إنجليزي، وهداك جاي لي مطقم ولابس جرافة، فشو عرفه؟ فكره هو. بعدين هذا جايته كلها غلط بغلط، كان لازم تستني ليطلع أبوكي من السجن. بترجع بتقلي غلط. رح استنى لشوف لإمتى. هلا خلصونا انتو الجوز، خلونا نتهنى بالقهوة. زينة بزمتك طلعي فيقي لعمك قولي له ناطرينك على القهوة. لك ليكون صاير معه شي مشان هيك طول بالفيق الصبح. امري لا الله، رح اطلع انا فيقه وانتو بس عدوا تشرطوا حبيباتي. يعني ليش ما وحدة منكم تطلع تفيقه هي؟ حبيبتي لانه انتي الكبيرة. وقت العزايم طوني نايم، وقت جلي صحون قوم يا انطون، خليكن قاعدين حبيباتي. ايه كأنه صايرة هي بعد ما تجوزت عم تنتظر زيادة؟ إيه أنا بعرف، أكيد بدي قومي فيقي أنتِ. آه حتسلميني أنتِ كمان. اشربي. ما بدي. يا الله بتعرفي كثير اشتقنا للماما، والله لو كانت هون كنا قلنا لها تبصر لنا بالفنجان مثل كل مره. لك انت هبله شيء، لك امك بتحكي هذا الحكي وبتشوف لنا الفنجان بس مشان تفرحنا. يا بنات عمكم مسافر. شو عم تحكي؟ شو عرفت؟ لقيت حاطت هاي الورقه على تخته. يا بنات يا حلوين، انا اضطريت للسفر والعوده لفرنسا لتخريج دفعه من المجانين التي تحسنت بغيابي. اما موضوع بابا درويش فالمحامي أكد لي خروجه بعد يومين أو أكثر بقليل. لا تخافوا، لقد تحدثت مع أخي كاظم وسيأتي ليجلس معكم ريثما يخرج باب الدرويش. باي يا حلوين، عمكم ناظر. معقولة عم يسافر قبل ما يودعنا؟ ما بعرف، رح أتصل بستك لشوف شو القصة إلا ما يكون مخبرة شي. ليكي أصحكت إلي لستي ها؟ لك لا شو ستي، ما ستي شو شايفتيني جنيت ألفة خان. الو مرحبا ألفت خانو، فقنا الصبح ما لقينا لعمي، خبرك شي؟ طيب انتي مالك جاي لعنا ستي؟ عفوا والله عفوا ألفت خانو، انا اسفه كثير. عفوا ألفت خانو. ماشي حاضر الله معك. اكيد اكلتي بهدله، نالك لا تقولي لستي. هلا المهم شو طلع مخبره؟ قال امبارح بالليل بعد ما رحنا على غرفنا متصلين فيه من المشفى من فرنسا، بده قال يخرج دفعه مجانين. فالظاهر هو متصل الصبح على شركه الطيران وملاقي حجز على الساعه 5 فسافر وما حب يفيقنا، هيك قالت ألفت خانو. ودخلي خبرتك انه عمي كاظم جاي لعنا؟ هلا هي ما خبرتني، بس عمك ناظم هيك كاتب بالورقه. معناها عمك ناظم حاكي مع عمك كاظم ليجي يقعد عنا. معقولة لحق يجي عمكم كاظم؟ لا مو معقولة.